يكاد يكون متصدرا على الموضوعات المحسوسة ذات النزعة الأخلاقية الحقيقية، فهو في معظم لوحاته يجمع الناس النمطيين البسطاء من أبناء بلده ليعطهم قوة وكرامة في بطولة تقضي إلى ملامح فن جميل يتسم بأمانة وذوق معا، ويقر في نفس الوقت بإنسانية هذه المبادئ التي توزعت على تلك الأعمال المتنوعة والمعروضة أمامنا. إنه أحد الفنانين الذين لا زالوا يعلنون بأن لفنهم دورا وطنيا اجتماعيا. تشكيلي أساليب ومدارس مختلفة كثيرة، منها التجريد والواقعي والأكاديمي، وإحنا دلوقتي في معرض فنان مصري حقيقي أصيل، بأنه هو لجأ لتسجيل أحيائنا اللي مليانة عناصر تغري الفنان التشكيلي بأنه يحافظ عليها ويسجلها. تدخل المعرض، أول ما تدخل تشم رائحة مصر، تشم رائحة شارع المعز والجمالية والمناطق القديمة بتاعة القاهرة. التسجيل محتاج لتمكن أدائي جيد، ده متوفر في فنان جميل زي محمد الناصر، لأن عنده الأداء القوي، التكنيك الواضح، تمكن في وضع عناصره من ناحية تكوين اللوحة، الألوان اللي بيستخدمها، العناصر الغنية في أحيائنا الشعبية اللي بيستخدمها محمد الناصر، خلت كل أعماله عبارة عن رؤية جديدة ومليانة عبط التاريخ وجمال ورائحة مصر الحقيقية. عشان كده أنا بأحيي فنان محمد الناصر في المحافظة على هذا التسجيل الصادق لأحيائنا الحقيقية القديمة اللي مليانة بإمكانيات وجمل فنية تشكيلية يصوغها الفنان، فهو في لجأ لكنز حقيقي، قدرنا نشوف جزء من هذا الكنز في هذا المعرض. نرى قوة الفنان محمد الناصر واضحة في جعل كل لمسة فرشاة في الرسم تصنع أشد الإحساسات توترا، فهو يستخدم الخط الحساس ذا البعدين لتصوير الناس البسطاء وورائهم أرضية تميل أن تكون واقعية وذات ثلاثة أبعاد، فهو يقيم تناغما من الألوان الزرقاء والخضراء الغامقة أحيانا أو الزرقاء والبنية، وتتكشف هذه المساحات من الضوء الذي يضعه على سطح الوجوه فيصنع صبغة خفيفة نشعر وكأنها طبقات من الطلاء الكثيف مرسومة بفرشاة أستاذ مليئة بالجيشان بأنواعها الشمسية الحارقة وخطوطها المستقاة مباشرة من ينابيع الحياة الشعبية المصرية. تتكشف بصيرة الفنان الشعري في اعتماده التنوع في التأليف والمعالجة بأسلوب متجانس، فهو لم يعمد إلى تفكيك عناصر الضوء أو تمديد قيمة اللون المتممة لإضاءة الظلال، بل إنه يحاول التسجيل المطابق لمظاهر الواقع البصري مع الاحتفاظ بالاستقلالية من خلال الاكتفاء بتلاعب الضوء على اللوحة والإيحاء إلى موضوعه وتسجيل الأثر الذي يتركه على عين المشاهد أو المتلقي للعمل الفني.
واجهنا بابتهاجة وفرحة وتفاؤل غريب في الألوان ومناظير جديدة لتصوير القاهرة. يعني أنا الحقيقة قلت له كذا مرة أنا بيعجبني قوي فكرة وجود الفجر في مركز الصورة عامل زي شكل قبة في الأول، بيبقى سيدة جالسة في السوق مثلا، في لوحة متميزة جدا فيها سيدة لابسة جلباب مزين بالورود، وهناك مظاهر السوق الأخرى، ولكن نرى أن التكوين متعانق مع اللون بطريقة شيقة جدا مش موجودة الحقيقة في لوحات كتيرة عن الموضوع ده. يعني كتير رسموا القاهرة القديمة من أيام ديفيد روبرتس والمستشرقين وقبل، لكن لما بيرسمها إنسان مصري برؤية مصرية بيحس بالشخوص أكتر. يعني نشعر أنه الشخصيات البسيطة صارت بطلة للوحات الفنان محمد الناصر بطريقة لا إرادية. أيضا يمكن من الحاجات المميزة قوي للمعرض ده ما شفناهاش قبل كده هي الاختزالات في العمارة الإسلامية. يعني هو عمل صحن جامع وحط عدد كبير من الناس في الصحن بتاع جامع سلطان حسن، فإداهم دور بطولي، مع أن قد كده العمارة جميلة جدا والميضة هايلة، لكن إحنا برضو نجد في أعمال الفنان محمد الناصر رؤيته المتميزة جدا. وعلى الرغم أنه بيشتغل كتير قوي في المجلات وفي الإلستريشن، ولكن عندما يصنع لوحة تشكيلية فبنشعر أنه بيبتعد عن فكرة الإلستريشن وبيغمر نفسه بعمق في المفهوم بتاع الفن التشكيلي كلوحة متكاملة مش كلوحة مكملة لنص آخر موازي ليها. الحاجة الأخيرة يمكن عايز أعلق عليها البورتريهات، والبورتريهات في المعرض ده أكثر نضجاً من الفترة اللي فاتت، وفيها يمكن الناحية النفسية مش غالبة ولكن محسوسة، يعني لا تصرخ ولكنها تهمس لنا بحضور هذا الشخص وبشخصيته الأسرة. وفي لوحاته المعروضة والتي تشكل نماذج مختارة لتجربة تمتد لعقود منذ بداية عمله بالفن، ظل محمد الناصر أميناً للشكل والموضوع والمدى التشكيلي. فالفنان من وجهة نظره لا يعبر عن آمال عصره فقط، بل يتطلع أيضاً إلى المستقبل. ومن هنا يأتي ذلك الجو المنتشي لهذه الأعمال الفنية الذي يستولي على خيالنا، فلوحاته تسحرنا بإخلاصها ومشاعرها العميقة، لأن الحياة اليومية في مصر تطل علينا بمظاهرها، لهذا نرى تلك القوة الشعرية وهذا التعبير المتدفق. أعمال 42 عمل بالألوان الزيتية. هو طبعا اللون ده عالم، يعني منفعش يعني الكلام عنه يعني في عجالة، عالم بحر ألوان وتأثيرها وطبيعة اللون وقوة اللون وشدة اللون وبعد اللون وقرب اللون، حاجات طبعا بتبقى مدروسة وبتعتمد على الحس في المقام الأول. يعني بعد الإحساس بالمسألة دي بتبتدي الدراسة تؤكد هذا الحس المرتبط بالألوان وعلاقتها ببعض. علم قائم بذاته، كان زمان بيعتمد على المجهود الشخصي بتاع الناس كإحساس، إنما تحول عن طريق إسحاق نيوتن عام 1666 إلى علم من خلال اكتشافه للضوء وتفرقه إلى ألوان الطيف. الحقيقة المجال لا يتسع للحديث عن اللون وقيمة اللون وعلاقة اللون بالبشر وعلاقة البشر بالألوان، طبعا شيء يعني مرتبط بكل شيء في حياتنا، اللون مش باللوحة أو بالعمل الفني
أو بال... لا ده مرتبط بكل ما نلتقي به أو تلتقي به أعيننا في اليوم كله من بداية ما نستيقظ حتى نخلد إلى النوم. أنا عندي الألوان بتعامل معاها من خلال البعد المنظوري ومن خلال الدفى بتاع الشرق. ألوان يعني حتى وإن كان فيها برودة اللوحة بس بتحمل في مضمونها برودة الشرق، البرودة اللي هي ما تسقعكش، يعني البرودة الدافية، لأن احنا عندنا الشمس ما شاء الله مشرقة، الشمس معناها ألوان سخنة، معناها ضوء، معناها انتشار للضوء، معناها وضوح المفردات والأشياء اللي بيتعامل معها الضوء. حتى وإن غابت الشمس فبتظل قيمتها وبتظل إشعاعها وبيظل علاقتها بالأرض وبالناس وبالمباني وبالمفردات اللي أنا بتعامل معها يظل قائما ومميزا للشرق. إن هذه الألوان الروائية التي تجسد ديناميات الحياة بواقعية منتقاة تمتلك تعبيراً فنياً عن الحياة، وكأن الفنان محمد الناصر قادر على أن يبسط ويكشف للضوء في إمكانياته المهنية في حرفيات الرسم لإعادة خلق عملية الحياة، كما كان قادراً على الإجابة لكل المتطلبات الموروثة في العقل الإنساني والهادفة إلى اختراق حقيقة وفكرة الظواهر الحياتية. فتجسيد الواقع الحقيقي فنياً هو أساس الواقعية، ولهذا السبب فإن الفنان قد عمل على تقريب الفن من الحياة جاعلاً منه صورة حية وصادقة عن الواقع المتطور. فموضوعه الرئيسي هو الإنسان، وتجسيد الإنسان فنيا يعتبره أسمى وأروع واجبات الفن وأكثرها موضوعية. محمد فاجئنا النهاردة أنه عمل تنويعة جميلة جدا بين فن البورتريه وفن اللاندسكيب وفن المنظر. بانت قوي امكانيات محمد البصريه في التقاط الصوره او التقاط اللحظه الجماليه في العمل بتاعه، سواء كان بورتريه، عمل عده بورتريهات فيها وضوح لامكانياته كاستاذ اكاديمي وكدارس اكاديمي في كليه فنون جميله القاهره، ان عنده القدره على ايجاد حلول وصيغ جماليه على سطح اللوحه، بدليل ان كل بورتريه من البورتريهات في تعبير معين بينم عن شخصيه الانسان اللي بيرسمه او الانسان اللي بيرسمه. محمد الناصر كمان عنده قدرة على عمل تبادل بين الشكل والأرضية في الأعمال بتاعته، بمعنى أن الشكل بيتقدم عن الأرضية والأرضية بتحتضن الشكل، ودي مشكلة من المشكلات اللي بتقابل مصورين كتير جدا، من المصورين مش بيعرفوا يحلوها. اللاندسكيب عند محمد الناصر ما هوش لاندسكيب طبيعي، ولكن لاندسكيب فيه تدخل عقلي بيؤكد على إمكانياته ومهاراته الفنية اللي بتبقى موجودة على السطح، تحقق كل من الإيقاع البصري والاتزان والإيقاع المتناغم بين المفردات اللي مرسومة على السطح واللون. اللون عند محمد الناصر ما هوش لون متاخد من أنبوبة الألوان، ولكن عنده مدرسة لونية معينة، المدرسة دي بتبان في كل مجموعة من المجموعات اللي رسمها، والدليل على كده لما رسم السوق بيشوف كل حاجة بلونها ولكن بحل بصري من حلوله التشكيلية. محمد الناصر فنان قدير على إيجاد حلول وصياغات بصرية على سطح العمل الفني، كتير جدا من الفنانين ما بيقدروش عليها، مش عشان حاجة، عشان الخبرة البصرية اللي عند محمد أو الفنان محمد الناصر خبرة تؤكد الموهبة الكامنة جوه الطاقة الإبداعية للفنان، زائد إن محمد الناصر عنده القدرة الإبداعية في التقاط اللحظة التعبيرية، سواء كان في المنظر الطبيعي أو في اللاندسكيب أو في البورتريه.
ودي حاجة بتأكدها كل مرة بلوحة من لوحات الفنان محمد الناصر. إن النتاج الفني لمحمد الناصر قادر على أن يتحول إلى وسيلة اتصال بالآخرين، ينقل إليهم مشاعر الفنان والأحاسيس والأفكار من خلال رؤية محددة للعالم، بحيث يصبح التعبير أساس إرادة الفنان الخلاقة ومفهومه الفني. فاجئنا الفنان محمد الناصر في المعرض ده انه بيدينا اعمال مبهجه ومختلفه عن المعارض السابقه. بنلاقي في شوارع القاهره القديمه فيها سعاده وفيها رؤيه مختلفه، بنلاقي الاسواق المصريه بالريف المصري الجميل بتاعنا، بنلاقي البنات الريفيات الحقيقه بالزي الألوان السخنة اللي متعودينها منهم من الريف المصري بتاعنا. فالنهاردة بنهني الفنان محمد الناصر بمعرضه القاهرة تشرق من جديد. وقد ميزت اللوحات المعروضة والتي تقف ضد بعض النزعات الفنية التي تسود هذه الأيام في أوساط العديد من الفنانين، والتي تقوم على تشويه الأشكال وعنف الألوان اللامحدود واللاواقعي، ميزت قدرته في التعبير عن المساحة والمدى الفضائي بواسطة قيم الألوان الصافية المستخدمة لذاتها. الشخص عندي فيها مسحة من الحزن المرتبط بحياة البسطاء من الناس، يعني أنا كلهم واخدهم من الأسواق الشعبية، واخدهم من الأماكن التراثية اللي بتحمل ملامح خاصة وأزياء خاصة وتعبيرات خاصة، وإنما في الآخر بتتجمع هذه الشخوص وهذه الأماكن تحت عنوان واحد بيجمعنا كلنا هو مصر. كما خلق دينامية بصرية تحرك عين المشاهد لتلك الظلال الملونة التي يرسمها كمساحات إيقاعية في خلفية الوجوه البشرية وبعض البورتريهات، حيث تكررت في امتداد متعدد ومتناغم إلى حد كبير، وهو ما يعكس موهبة نادرة بل تقنية عالية وقدرات خاصة لدى الفنان محمد الناصر.